دكتور احمد ثابت، شايف مباراه الامس ازاي وشايف نتيجه المباراه ازاي والفرص اللي تم اهدارها على مدار الشوط الاول والشوط الثاني؟ طبعا نتيجة، أنا شايف نتيجة إيجابية جدا للنادي الأهلي امبارح، نتيجة التعادل 2-2 ديت يعني نتيجة أحسن من 0-0 وأحسن من 1-1 وأحسن طبعا ما كنت تبقى خسران 1-0 بقى. النتيجة بتديك أفضلية إن أنت مباراة الإياب حتى لو تعادلت 0-0 أنت صعدت، فنتيجة غير كده برضو في حالة التعادل سواء 1-1 لمصلحة النادي الأهلي لأنه جايب جونين بره ملعبه، فأنا شايفها نتيجة إيجابية جدا. النادي الأهلي قدم مباراة كويسة جدا امبارح في ظل كمان الظروف، لازم الناس تحط في دماغها الحاجات دي، ان انت منتخب مصر كان بيلعب يوم الاثنين في دبي في الامارات، بعد كده اللعيبه اخذت الطياره ورجعت القاهره الثلاث وبعدين سافروا بطياره خاصه يوم الاربع، فموضوع السفر ده مش سهل، موضوع التتابع الماتشات والتنقلات ده مش سهل، دي لازم نحطها في دماغنا. الحاجه الثانيه برضو التلات غيابات اللي كانوا موجودين، علي معلول مش موجود، ده علي معلول ده مصدر صناعه فرص وجابها قويه جدا يعني بخبراته الموجوده. محمد عبد المنعم احسن مساك في افريقيا مش في مصر بس، لما بيغيب بتفرق معاك. امام عاشور احسن لعيب وسط في يعني يعتبر في مصر وان شاء الله في افريقيا قريب، يبقى انت عندك امام وعندك عبد المنعم وعندك معلول مش موجودين، فكل ده وتعمل الاداء ده وفي ظل كمان ايه الحماس الجماهيري الموجود و60 الف متفرج وتلعب بره ملعبك وجمهور متعطش ومتحمس وتقدم الاداء ده والنتيجه دي، لا دي حاجه. خلينا قبل ما نقول مثلا ان في سلبيه في اطار فرص، في سلبيه ان انت دخل في الجونين مش عارف ايه، لكن كل ده هنتكلم فيه لكن خلينا نقول برضو ان النتيجه 2-2 دي نتيجه ممتازه طبعا. نتيجه ممتازه يعني شايفها ممتازه، يعني 2-2 دي حاجه، يا ريت حتى في الماتشات اللي جايه بعد كده ان شاء الله لما نوصل نص النهائي 2-2 دي حاجه تطمننا ان انت جايب جونين بره ملعبك، دي حاجه كويسه جدا. بالنسبه لمارسيل كولر في التشكيل اللي بدأ بيه، يعني كان نوعا ما المفاجأة فيه أو ما كانش فيه مفاجأة قوي غير طبعا وجود محمد مجدي قفشة على حساب إمام عاشور في وسط الملعب، طبعا هو بيلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة، محمد الشناوي وربيعة وياسر إبراهيم، كريم الدبيس اللي قدم مباراة هايلة ومكسب كبير جدا، كنا قلقانين مين بديل معلول، مين اللي هيقدر، هل كريم الدبيس هيقدر يشيل؟ كريم الدبيس في الماتشين اللي لعبهم عنده شخصية الأهلي، تحس إن هو عنده شخصية الأهلي، لسه هيجي منه في اللي جاي، لكن هو تحس ان هو عنده الشخصيه. احمد نبيل كوكا واعد، تحس ان هو ما بينه وما بين مروان عطيه، مروان عطيه خبراته اعلى اكيد، بس كوكا برده ما تحسش بان مروان عطيه مثلا مش بادئ، صعب بروفايل مختلف، بروفايل مختلف، بس مروان خبرات اعلى، اكتسب خبرات في الفتره الاخيره اكتر، لكن كوكا بالنسبه لي برده لعيب ممتاز، لعيب جيد، لعيب ممرر، بيعرف يتحرك بشكل عرضي بشكل كويس، يقدر يستلم من المساكين ويبني من تحت بشكل كويس. أليو ديانجو قفشه في عمليه الزياده والتكمله، يمكن قفشه بقى هو اللعيب اقدر اقول عليه بديل امام عاشور اللي حطه كولر، يعني امام عاشور رقم واحد في الحته ناحيه الشمال بيحط على طول قفشه مكانه، فعشان لما كده لما امام عاشور ما بيبقاش موجود بتلاقي قفشه في وسط الملعب. الثلاثه اللي قدام بيرسي تاو ورضا سليم كان اختيار ممتاز منه من مارسيل كولر ان هو اختار تحديدا بيرسي تاو ورضا سليم، ليه؟ لان الاثنين اصلا مشاكل فرقه سيمبا المساحات اللي ورا الظاهرين، فانت اما تحط اسرع اثنين في الفرقه بيرسي تاو ورضا سليم اعتقد ان هو اختارهم عشان اتفرج على فرقه سيمبا بشكل كويس جدا. كهربا اكيد هو يعتبر افضل مهاجم موجود في الاهلي، حتى لو ضيع حتى لو سجل، يعني امبارح سجل وعمل اسيست، لان هو بشوفه افضل مهاجم موجود في الاهلي في الفتره الحاليه.